مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. في الهيئه نت، خبير امني يؤكد ان حزب العمال هو جزء من الاجنده الايرانيه في العراق. في المدى، مركز اقتصادي يكشف وجود تضارب بنسب الأمية في العراق. في يقين نت، مركز توثيق الجرائم يحمل السلطات مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان في السجون العراقية. في القدس العربي، أردوغان ينتقد طريقة تعاطي الغرب مع التوتر الروسي الأوكراني. في عربي 21، واشنطن توافق على بيع محتمل لأسلحة لحلفاء بالشرق الأوسط. في فاينانشال تايمز، إيران الواثقة من الدعم الصيني تستخدم اليمن لتنفيذ أجندتها ضد إسرائيل. وأخيرا في الجارديان، مخاوف إسرائيل من صورتها داخل أمريكا بدأت تتحقق. نبدأ مع افتتاحية صحيفة الميثاق الوطني العراقي. فما زالت أزمة النزوح في العراق مستمرة، ومعاناة النازحين والمهجرين تتفاقم يوما بعد آخر بسبب الممارسات والانتهاكات الحكومية والميليشياوية الممنهجة التي تتعمد إبقاء أكثر من 1,200,000 نازح في مخيمات تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الضرورية، على الرغم من سيطرة الحكومة وميليشياتها على مدنهم منذ أكثر من 5 أعوام. وتبلغ المأساة ذروتها في ظل الحصار الذي تفرضه الحكومة وميليشياتها على المخيمات، ومنع وصول المشتقات النفطية ووسائل التدفئة خلال موجة البرد الشديدة التي تسببت بوفاة عدد من الأطفال والنساء. هدف السلطات من التهجير القسري هو التغيير الديموغرافي وتجنيس غير العراقيين في مناطق النازحين التي تغتصبها الميليشيات الولائية الحاكمة. ومن هنا يمكن فهم تصريح وزارة التخطيط بأن تعداد سكان العراق بلغ 40 مليون نسمة من غير إجراء إحصاء، وإنما تصريحات لتطبيع الشعب العراقي على هذا الرقم حتى يضيع تحته تجنيس الأجانب الموالين لإيران. ففي ديالى وحدها كشف عن منح 4,000 جنسية لغير العراقيين خلال عام واحد، وما خفي أعظم. ولم يعد خافيا أن إيران تهيمن على العملية السياسية في العراق، فالانتخابات الأخيرة التي قاطعها الشعب العراقي بما يزيد عن 80% أدخلت إيران وأدواتها في مأزق كبير، وهو ما جعل قاآني ومدير المخابرات الإيرانية ومحمد كوثراني من ميليشيا حزب الله اللبناني يقومون بزيارات متكررة للنجف وبغداد للتغطية على فشل أدواتهم في حكم العراق. وهذا كله يعزز فضيحة التدخل الإيراني السافر وتحكمه بالعملية السياسية في العراق وتبعية أحزاب السلطة وميليشياتها لإيران. وهذا هو المعنى الحقيقي لفقدان السيادة العراقية على أراضيه. جميع هذه الأزمات التي خلفتها العملية السياسية الفاشلة وصلت إلى حد أنها ستنفجر بوجوه أصحابها بما كسبت أيديهم ملاثمة التي تلطخت بدماء العراقيين وسرقات أموالهم وتدمير وطنهم ورهنه لأعداء العراق لتمرير مشاريعهم من خلال مهزلة العملية السياسية الخاضعة بكاملها لسيطرة الولايات المتحدة وإيران. أكد مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري أن الاحتلال الأمريكي لم ينتهي في العراق وأنه ولد مشاكل عرقية. وقال الضاري في
حوار أجرته معه وكالة إليكا الإخبارية في إسطنبول، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت العراق عام 2003 ولم تخرج منه حتى اللحظة، وأن ما يشاع عن انسحاب أمريكي ليس دقيقاً، على الرغم من خروج قوات كبيرة من العراق خلال سنوات مضت بدءا من سنة 2011 وحتى الآن. ولكن الاحتلال الأمريكي ما زال قائما، وما زال النظام السياسي في البلاد خاضعا له ولنفوذ الإيراني، لافتا إلى أن الشعب العراقي مغيب عن حكم نفسه بنفسه، وهو ما يجعل المشاكل مستمرة ومتفاقمة على كل الصعد السياسية والأبنية الاقتصادية والاجتماعية إلى المزيد. ذكر الدكتور الضاري في حواره قائلا: هناك مشكلة سياسية كبيرة في العراق، فالاحتلال العسكري ولد مشكلة سياسية وكتب دستورا لا يمثل العراقيين جميعا، فضلا عما فيه من أخطاء وألغام كبيرة جدا، فهو يركز أو يساعد على تقسيم العراقيين طائفيا مذهبيا إثنيا، موضحا أن الدستور وضع بعض البنود التي ليست محل اتفاق ولم يتفق عليها الشعب العراقي، كالنص على أن العراق دولة اتحادية، مما يجعل من الممكن جدا أن ينقسم بعد ذلك إلى فيدراليات وما إلى ذلك، مؤكدا أن الدستور والعملية السياسية ما زالتا تنتجان مشاكل كثيرة للعراقيين، لأنهما قامتا على أسس طائفية عرقية وليست على أسس سليمة. وبشأن الانتخابات التي تجري كل 4 سنوات، قال مسؤول القسم السياسي في الهيئة إنها محاولة تضليل وترقيع فقط، وإن الانتخابات الأخيرة قاطعها حوالي 85% من العراقيين ولم يشاركوا فيها لعدم جدواها، مشيرا إلى أنها تتم فقط للإعلام والسياسة حتى يقال أن العراق فيه ديمقراطية، وأن الأصل أن لا ديمقراطية ولا نظام سياسي عادل في العراق، لأن من يضع النظام السياسي هو من يحتل البلاد ومن يتدخل في شؤونها. وفي هذا السياق قال الدكتور الضاري إن الصورة الظاهرية التي تعطى للعراق على أنه بلد مستقر وفيه سياسة وحقوق إنسان، ولكن واقع الحال غير هذا تماما، إذ إن الشعب العراقي يفتقد المقومات الأساسية للحياة، فالبنية التحتية من كهرباء وماء وخدمات وتعليم وطب معدومة، فضلا عن اضطراب الأوضاع الأمنية والمشاكل السياسية الكبيرة، فلذلك المشاكل مستمرة والشعب ما يزال يعاني. يقول الكاتب حسين صالح السبعاوي: تدهورت العملية التربوية في العراق وتراجع مستوى التعليم إلى أدنى المستويات منذ أن وطئ الاحتلال الأمريكي والإيراني أرض العراق سنة 2003 وإلى الآن، وما زال مستوى التدني في التعليم مستمرا بالانحدار حتى وصل القاع، وعلى كل المستويات التعليمية ابتداء من مرحلة الابتدائية وحتى الدراسات الجامعية كلها تعيش نفس التراجع في المستوى التعليمي. وقد أصدر البنك الدولي تقريرا في تشرين الأول من عام 2021 ذكر فيه أن أطفال العراق مهددون بخطر مؤكد بسبب تدني مستوى التربية والتعليم إلى الحد الأدنى. تراجع العراق إلى أدنى المستويات مقارنة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والواقع التربوي يؤكد صحة هذه التقارير الدولية. وهنا لابد من تشخيص الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تراجع مستوى التعليم في العراق، ويمكن حصرها في 4 أسباب أساسية حسب رأينا هي التي أوصلت العراق إلى أدنى المستويات. البنية التحتية للتعليم. صرح وكيل وزارة التربية فلاح القيسي يوم 25 من ديسمبر 2021 أن العراق بحاجة إلى 10,000 مدرسة، وأن عدد المدارس الطينية بلغت 200 مدرسة، وأن عدد الأميين في العراق قد بلغ 8 ملايين مواطن، كما أكدت لجنة التربية والتعليم في البرلمان العراقي على لسان أحد أعضائها وهو رياض المسعودي بأن العراق يحتاج إلى 10,000 مدرسة، كما يحتاج إلى 10 جامعات. هذا فيما يخص المدارس فقط،
ولم يتطرق المسؤولون إلى حجم النقص في المختبرات والمنشئات العلمية ومستلزماتها الرافدة للعملية التربوية، وبالرغم من الميزانيات العراقية سواء للتربية التي بلغت 2 مليار دولار بما يساوي 3 تريليون دينار عراقي أو عموم ميزانية الدولة التي تجاوزت 100 مليار دولار، فإن العراق يعاني من كل هذا النقص في المدارس والجامعات. ولا يختلف اثنان على أن الفساد المستشري في وزارة التربية كما في جميع مؤسسات الدولة هو السبب الرئيس في عدم بناء المدارس والجامعات. يضيف الكاتب إن ما يحدث من تراجع وانحدار في مستوى التعليم في العراق هو أمر مخطط له من قبل الاحتلال، ومن ينفذ هذا المخطط هم أدواته في السلطة، لأن التعليم هو الوسيلة التي يرتقي بها شأن الإنسان ويرتفع إلى أعلى المراتب، والعلم هو السلاح الذي يحارب به الفقر والمرض والجهل. وقد قيل من فتح مدرسة أقفل سجنا، وهذا ما لا يريده الاحتلال وأدواته، فهم يتقنون بناء السجون وتهجير الناس وإثارة الفتن الطائفية بين أفراد المجتمع، كما يتقنون نشر الجهل والمخدرات والترويج لها وتعاطيها. الآن إلى تقرير أمنستي وإحياء فقه النكبة الفلسطينية. كتب جواد بولس يقول: لم يكن توقيت نشر نتائج التحقيق العسكري الذي أجراه جيش الاحتلال مع نفسه حول حادثة مقتل المسن الفلسطيني حامل الجنسية الأمريكية عمر محمد عبد المجيد أسعد ابن 80 عاما، يقول لم يكن محض صدفة. فقادة إسرائيل كانوا يعلمون عن عزم منظمة أمنستي العالمية على عقد مؤتمر صحفي خاص، حيث أعلنت المنظمة من خلاله بمقتضى المعايير الدولية أن إسرائيل دولة فصل عنصري. خلاصة ما جاء في تقرير المنظمة الذي امتدت فصوله على أكثر من 200 صفحة وجاء تحت عنوان نظام الفصل العنصري أبرتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية. ولن نخوض اليوم في التفاصيل كما أتى عليها التقرير، ولا بمسوغات خلاصاته الدامغة بحق إسرائيل ووصفها كدولة فصل عنصري تدير نظام اضطهاد عرقي وهيمنة على الشعب الفلسطيني في كل المناطق التي تسيطر عليها وتتحكم فيها، وهذا يشمل جميع الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة وأولئك المواطنين في إسرائيل نفسها أصلاً، علاوة على اللاجئين النازحين في البلدان الأخرى. وعلى الرغم من ردة فعل قادة إسرائيل وتهجمهم العنيف على مضامين التقرير واتهامهم التلقائي لمنظمة العفو الدولية كجهة منحازة وخاضعة للمنظمات الإرهابية المعادية، أشعر بأن هنالك داخل منظومات الحكم الإسرائيلي وخارجها من يستوعب بأن هذا التقرير قد يشكل انعطافاً مهماً في علاقة المؤسسات الحقوقية الدولية حيال حقوق الفلسطينيين والممارسات الإسرائيلية ضدهم. وهذا ليس بسبب خطابهم الصارم الجديد وكيفية تناولهم لمجموعة المسائل التي تحراها بمهنية دقيقة معدو التقرير وحسب، بل كذلك بسبب منهجيتهم المفاهيمية اللافتة والمغايرة عما كان مألوفا وسائدا في اجتهاد تلك المؤسسات الدولية. إن مسألة فلسطين وشعبها لم تعد مجرد قضية إنسانية تنتظر رحمة العالم ومننه، يقول الكاتب، وهي حسب المفاهيم الجديدة تعد قضية سياسية وحقوقية وعربية وعرقية تعود جذورها إلى عقود من القمع الممنهج والهيمنة التي بدأت بعام النكبة. لقد تحققت نبوءة أولئك الأشخاص اليهود الذين توقعوا كيف سيحول الاحتلال إسرائيل إلى دولة مارقة وإلى نظام فصل عنصري واضطهاد عرقي، وهذا عمليا ما وصفته منظمة أمنستي في تقريرها الأخير. ومثلها فعلت منظمة بتسليم الإسرائيلية وجهات محلية ودولية كثيرة.
الآن إلى صحيفة الجارديان ومقال عن مخاوف إسرائيل من صوراتها داخل أمريكا التي بدأت تتحقق. اهتمت صحيفة الجارديان البريطانية بتأثير التقارير الحقوقية الدولية مثل منظمة العفو الدولية أمينستي على صورة إسرائيل في الداخل الأمريكي بعد الحديث عن الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. ولفتت في التقرير إلى أن تشبيه معاملة إسرائيل الفلسطينيين بجنوب أفريقيا تحت حكم الأقلية البيضاء آخذ في الانتشار وسط التيار العام داخل الولايات المتحدة. وشدد كاتب التقرير كريس ماجريل على أن مخاوف إسرائيل من الصورة التي تتشكل لها داخل الولايات المتحدة بدأت تتحقق بالفعل، لا سيما بعد التقارير الحقوقية التي تدفع بنقاشات حول التمييز الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. تواجه إسرائيل تحقيقاً تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الأعمال التي تمارس داخل المناطق المحتلة، مثل مصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات اليهودية التي تقول منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات إنها ممارسة تنتهك القوانين الدولية التي تحرم الأبارتيد. ولكن إسرائيل قلقة أيضاً من أن خرق ما ظل لزمن طويل من المحرمات داخل الولايات المتحدة، وتحديداً مقارنة حكمها فوق الفلسطينيين بالقمع العنصري الذي كان يمارس في جنوب إفريقيا ضد السكان السود، لهو دليل على التهديد الزاحف ببطء حاملاً في ثناياه خطراً أكبر يتمثل في تصدع الدعم الصلب والثابت الذي تتمتع به إسرائيل داخل حليفها الأهم على الإطلاق. أما مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية آلون أوشبيز فوضع حماية الدعم المستمر منذ زمن طويل للدولة اليهودية من قبل كلا الحزبين في الولايات المتحدة على رأس قائمة أولويات إسرائيل الدبلوماسية هذا العام، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تآكل الدعم وسط الديمقراطيين، وهو تآكل مدفوع جزئيا بتبدل السرديات حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يقول كريس ماجريل في تقريره أيضاً: ظلت استطلاعات الرأي تشير لسنين طويلة إلى أن الديمقراطيين يتعاطفون مع الإسرائيليين بمعدل يصل إلى ضعف تعاطفهم مع الفلسطينيين، ولكن منذ الهجوم الإسرائيلي على غزة في 2014 تراجع الدعم الذي تحظى به الدولة اليهودية حتى بات الدعم في أوساط الحزب للطرفين متكافئاً تقريباً. الآن إلى تقرير جديد ومقالة عن شركة إسرائيلية ثانية طورت برنامجها المشابه لبيجاسوس، حيث كشفت وكالة رويترز عن تورط شركة إسرائيلية جديدة في عمليات تجسس على هواتف آيفون، حيث استعملت أسلوبا مشابها لنظيرتها NSO، فيما أظهر خبراء بأنها تتعامل مع حكومات كل من السعودية والمكسيك وسنغافورة. ونقلت رويترز عن 5 مصادر مطلعة قولها إن شركة إسرائيلية ثانية استغلت ثغرة في برمجيات شركة أبل في الوقت ذاته الذي استطاعت فيه مجموعة NSO الإسرائيلية للاستخبارات الإلكترونية اختراق هواتف آيفون في 2021. شركة كوادريم الأقل شهرة تعمل في مجال تطوير أدوات اختراق الهواتف الذكية المخصصة لعملاء من الحكومات. وقال خبير إن استخدام شركتين لأسلوب واحد متطور يعرف باسم زيرو كليك يثبت أن الهواتف أكثر ضعفاً أمام أدوات التجسس الرقمي الفعالة مما تعترف به صناعة الهواتف. وطورت كوادريم برنامجاً يدعى راين المشابه لبرنامج التجسس بيجاسوس الخاص بشركة NSO، حيث التحكم بالهاتف الذكي والاطلاع على الرسائل الموجودة في واتساب وتليجرام وسيجنال، بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني والصور والرسائل العادية وجهات الاتصال وفقاً لرويترز. وأكدت الوكالة أن البرنامج يستطيع تسجيل المكالمات في الوقت الفعلي وتنشيط الكاميرا الأمامية والخلفية وتنشيط الميكروفون. أكدت أربعة
من المصادر لرويترز أن العديد من مشتري كوادريم تعاملوا أيضا مع NSO بما في ذلك المملكة العربية السعودية والمكسيك، وكلاهما متهم بإساءة استخدام برامج التجسس لاستهداف المعارضين السياسيين. شركة كوادريم الأقل شهرة تعمل في مجال تطوير أدوات اختراق الهواتف الذكية المخصصة لعملاء من الحكومات. وقال خبير إن استخدام الشركتين لأسلوب واحد متطور يعرف باسم زيرو كليك يثبت أن الهواتف أكثر ضعفاً أمام أدوات التجسس الرقمي. وقيل أيضاً إن أبل رفعت دعوى على مجموعة NSO في تشرين الثاني نوفمبر الماضي واتهمتها بمخالفة شروط الاستخدام واتفاق الخدمات فيما يخص هواتفها، ولا تزال القضية في مراحلها الأولى. وذكرت الوكالة أنه لا يوجد لدى الشركة موقع إلكتروني يروج لأعمالها، وكذلك طلب من الموظفين عدم الإشارة لعملهم في الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي وفقاً لما ذكره شخص مقرب من الشركة. وضع صاروخ فالكون 9 من سبايس إكس في المدار قمراً صناعياً تجسسياً لحساب قوة الفضاء الأمريكية، على ما أعلنت هيئة مكتب الاستطلاع الوطني المسؤولة عن تصميم شبكة الأقمار الاصطناعية العسكرية الأمريكية وإدارتها. وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن الصاروخ انطلق من قاعدة فاندنبرغ العسكرية في كاليفورنيا ووضع في المدار قبل العودة للهبوط من دون مشكلات على القاعدة. ولفتت هذه الوكالة الاستخبارية الأمريكية إلى أنها تولت تصميم وإنشاء وتشغيل هذا القمر الاصطناعي لمهمة التعرف الفضائي من دون تقديم تفاصيل إضافية، لكون هذه المهمة تنطوي على أسرار دفاعية. وأوضحت الهيئة التي تتبع للبنتاغون وتراقب حركة الملاحة البحرية الدولية واتصالات خصوم الولايات المتحدة، أوضحت أن هذا القمر الاصطناعي الأول الذي يطلق هذا العام، لكنه 17 منذ عامين. الآن إلى الكاريكاتير. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صدى الأقلام، دائما كونوا في رعاية الله.